بابا بتعرف إنه ما في أطيب من أكل البيت؟ صح حكي ولا لا؟ سارة تأخرت، ليش ما رجعت لهلا؟ ليش أنا ما خبرتكن إنها طلعت مع رفقاتها؟ بتكون هلا على الطريق. شو صاير بابا؟ مبين عليك زعلان، صاير معك شي؟ لا لا بنتي، مو صاير شي. طيب أنا رح أحكي مع سارة وشوف وينها لكان. لا ما في داعي، شوي وبترجع. شو كأنك مخبي عني شي؟ ماني مخبي شي حبيبتي. شو رأيك بزواج بنتك سارة من ابن عمي مظهر؟ أكيد أمي خبرتك. فكرت بالموضوع يا ترى؟ الزلمة آدمي وأموره منيحة. انسى الموضوع بقى سارم، كم مرة قلت لك إنه سارة رفضت هذا الزواج؟ بس أكيد بتكون رفضت بدون ما تفكر، لك هي لساتها صغيرة وما بتعرف شو الشيء المنيح بالنسبة لإلها. عمي أنا برأيي تفكر أكتر بموضوع الزواج، هيك أحسن. أصلاً هنن مو مستعجلين وممكن إنه يستنوا لحتى تخلص سارة دراستها. منشوف. بيلا سمعت إنك بتحبي السلطة الروسية، صح الحكي؟ أنا رح أعمل لك إياها اليوم المساء. شكراً، ما في داعي تعذبي حالك مشاني. لا ما بيصير هالحكي، أنت ضيفتنا وبتعرفي إكرام الضيف واجب حبيبتي. إيه بس نحنا مالنا ضيوف، هذا بيتنا وملكنا، فلو سمحتي لا تعملي لي فيها ضيوف لأنه هاد بيتي أنا. طيب